اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ بساطه، سهوله، مرونه، ولكن التفاصيل الصغيره اللي اكيد هتودينا لطعم جديد وشكل جديد. معانا النهارده اللحمه المفرومه والبطاطس. كل بيت مصري وكل بيت عربي، اكله البطاطس دي اكله عربيه شعبيه دوليه، كل العالم ما يستغناش عن البطاطس، ولكن نقدر نشكلها بالطريقه اللي احنا حابينها. صينيه البطاطس باللحمه المفرومه كلنا شطار في عمايلها، ولكن مع الشيف المغازي بالتاكيد في تركايه، في حاجه لطيفه ممكن نعملها بطريقه جديده والبطاطس تبقى بشخصيتها واللحمه المفرومه واخده الشكل اللطيف. معانا الرز المصري النهارده بالطماطم. الأطفال والكبار أعتقد الطماطم بيأكلوها في السلطة بس، لكن لما تكون معمولة مع رز مصري غني بالنشويات والكربوهيدرات أكيد الطبق ده هيزداد قيمة غذائية عالية جدا، وخاصة مع تشكيلة من الخضار الشبت والكزبرة والبقدونس. أما الحلو بتاع النهاردة من خير أرضنا فواكه مشكلة، هنعملها الفروت سلطة بالزبادي والعسل. بنروح على محلات العصير بنلاقي فيه مشروب عندهم عصير الفواكه بالعسل. ليه تشتريه من بره أو تعمليه؟ خليكي تعمليه في البيت. عندنا فواكه الموز، التفاح، كل الفواكه اللي موجوده عندنا نقدر نعملها برضو بشكل لطيف مع العسل، وده طبعا حلويات او مشروب او فواكه اللي هي بتناسب ايام الصيف وايام الحر، واعتقد ان الحر بدا ايه يشوفوا مع بعض كل يوم. خلونا نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل تفاصيل صغيره معنا كبير، ولكن اوعوا تروحوا بعيد علشان الحلقه النهارده حلقه بسيطه في مكوناتها ولكن قيمه غذائيه عاليه جدا. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. هنعمل شويه فروت سلط او سلطه الفواكه بالزبادي والعسل. جوزك راجع متاخر، عامله عشاء بقى، عامله ديك رومي، انصحيه ما يتعشاش متاخر لانه طبيعي الواحد لما بياكل بينام، فطبيعي لازم يتعشى عشاء خفيف. افضل عشاء خليكي كده زي الشيف المغازي، فواكه مشكله مع زبادي وعسل. تحط حته جنزبيل، تحط شويه قرفه، دي بتاعتك. عندنا الفواكه بسم الله ما شاء الله من خير ارضنا، الكنتالوب والشمام والموز والفراوله والتفاح والبرتقال حكايه. عسل اطفت زهره البرسيم، سيبك من العسل الغالي ده انا مش بحبه. عندنا العسل ده بتاعنا حكايه وبتصدر لكل دول العالم، عسل زهره البرسيم تجيبيه طبعا. وعندنا الزبادي بتاعنا تجيبيه دسم زياده دسم قليل، دي بتاعتك. الشيف هيعمل ازاي سلطه الفواكه بالزبادي والعسل هنشوف مع بعض. ونتوجها بورقتين من النعناع الاخضر حكايه. نشتغل في الفواكه بتاعتنا دي اخر حاجه لغايه لما مخرجنا يقول لنا ايه وقتك خلص، ده الطبيعي. نغير الجلافز بتاعنا ده كده اللي مسكنا بيه الايه الرز. على ايدك يا تاجر. تعالوا نقطع الفواكه مع بعض. معانا سكينتين، سكينه منشار وسكينه عاديه. في بعض الفواكه تحتاج لسكينه منشار، وفي بعض الفواكه تحتاج سكينه عاديه. حلو الكلام، ولكن خلونا نعمل ادي الزبادي والعسل وورقتين النعناع بتوعنا عشان نجهزه كده، عشان الفواكه اللي نقطعها نحطها على الخليط ده. اللهم صل على النبي. ورق النعناع مش عروق النعناع يا ست الكل. وسكينتك تكون نظيفة. ده نعناع اخضر. نعم، لا ما ينفعش نعناع يابس. النعناع اليابس ده والناشف ده تحطه مع كوبايه الشاي، او تحطه على لحمه مفرومه، او تحطه على سلطه. انما النعناع الاخضر يتحط على الزبادي او على الفواكه. ده العسل، عسل زهره البرسيم. خلينا ننزل الكميه كلها للامانه، دافعين فيهم فلوس دول. ايه ده، كان كله ده هيروح. شفت ازاي؟ العسل والحاجات دي ممكن تبل المعلقه دي ميه عشان العسل ما يلزقش فيها. حاجات صغيره بتفرق. نقلب ده كده. ده زبادي وعسل وورقتين نعناع. حطيت قرفه حسب رغبتك، بس انا هكتفي بكده بس. ناخد ده كله اتحط هنا. والفاكهه اللي نقطعها يا عم الشيف واحنا مع بعض، احنا ووقتنا.
تنزل على الخليط ده. عرفنا سلطة الفواكه بالزبادي هي دي، واحنا واقفين مع بعض زي الفل. هنبدأ بأول حاجة هنا التفاح الأخضر والأحمر، ناخد الطبق ده كده خليه جنبينا، إيه رأيكم؟ زي الفل. معانا فراولة ومعانا خوخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الفراولة يا بتاع الفراولة، الفراولة من الحاجات الجميلة، بتعشى الزبادي وبتعشى العسل، عشان كده مشروب الزبادي بالفراولة أو فراولة بالزبادي والعسل معروف. الفراولة غنية بفيتامين سي، فيها حديد، الناس اللي عندها أنيميا، الأطفال لما تقطع الفراولة خلاها كبيرة كده عشان شخصيتها تبقى حلوة. الله، عايمة. الخوخ بتاع ده اللطيف بتاع سينا وبتاع الواحات، ايه الجمال ده، طعمه سكري طعمه عسل، ده لوحده حكاية. برضو يتقطع كده بالشكل ده كده. انا حبيت، شايفين ازاي خليت سلطة الفواكه في الاخر؟ عشان معايا مخرج فجأة يقول لي وقتك خلص، ما بيسميش، فلازم اسمع كلامه. وده الخوخ بتاعنا، تفاح. انا بقى مع ان التفاح يتقطع بالقشره بتاعته. ليه يا مغازي؟ القشره غنيه بالالياف، مفيد جدا لمشاكل الامساك. كلنا ممكن يحصل لنا امساك نتيجه ان بنشرب شاي كتير، والشاي في الاخر كسرته بيؤدي للامساك. فاللي بنشرب شاي كتير اكسري من الاطباق اللي فيها خضار كتير، فيها فواكه كتير، مش اي فواكه، فواكه غنيه بالالياف زي التفاح. ده التفاح الاخضر عشان ما نظلموش، دايما التفاح الاخضر هو اللي بيخش في الاطباق عشان فيه شويه حموضه. التفاح الاحمر بيتاكل عادي كده مع الفروت سلطه زي الفل. انا شغال زي الفل، عايز حضرتك تخلص الحلقه كده انا معاك يا غالي. وانا شغال بقطع فواكه. حاضر عيني، حاضر. اختار الفواكه اللي انت حابب اقطعها وانا اقطعها لك. انا عارف له الشوق في حاجه يقول لي في الاخر هحط عصر برتقال، مش هنقطع برتقال، هناخد البرتقال ده كده واوري حضراتكم هنعصره ازاي دلوقتي. ده الخوخ. عشان كده سايب الفواكه للاخر، البرتقال هيتحط كده، شوف ازاي. بص على البرتقال، بص على الحلاوه، بص على الحلاوه، هو ده. حلقه النهارده صينيه البطاطس الجميله عملتها بتكنيك عالي من الخبره، شفنا طريقه العمل ازاي، بسيطه وسهله، تكلفة مالية قليلة جدا، ولكن الطعم والشكل في خبرة طهوية. عملنا شوية رز بالمصري، رز بالطماطم بيتكلم مصري بتكنيك عالي برضو. عملنا كمان سلطة الفواكه بالزبادي والطحينة، وكده حلقتي خلصت النهاردة. ولكن عايز أقول حاجة قبل الحلقة ما تخلص، بتكاليف قليلة بسيطة وسهلة تقدر تخش مطبخك، ولكن لازم يكون عندك طاقة إيجابية علشان مفاتيح السعادة الزوجية والعائلية جوه مطبخك بإيدك أنت. رؤية فن إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية.